قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عليك؟ قال: قل يا معاذ، قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلا شجعوني اشتراك ولايك كي نستمر في تقديم المزيد. عليكم بالتزام هذا الدعاء، أقسم عليه رسول الله: لو كان علينا مثل جبل أحد لقضاه الله عنا. اللهم اقض عنا الدين، اللهم اقض عنا الدين يا رب العالمين، يا رب اللهم اقض عنا الدين، ولا تحوجنا لرحمة من سواك. أنت رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.